ونحن كما ترون اليوم في لحظات والأمة تمر في وقت عصيب، ولا أعتقد أنه على ممر التاريخ والزمان كله أن الأمة مرت بما تمر به اليوم من فتنة مخيفة ومن شبه دخلت على الأمة. وربما يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، حتى قال النبي: يصبح الرجل مؤمنا ومن شدة الفتنة يمسي كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولعل اللحظات التي أريد أن أتحدث بها هي المقصود في قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لحظة واحدة يغفل فيها العبد ويطيع فيها نفسه ويطاوع شهوته ويسير خلف شيطانه وتغره دنياه، يضيع فيها وبعدها لا ينفع الندى. وصدق القائل يوم قال: إني بليت بأربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا رب أنت على الخلاص قدير. والفتن اليوم هي عبارة عن خطوات وعبارة عن لحظات، فتن كقطع الليل المظلم تقع في شهوات وفي شبهات، ثم بعد ذلك يعض على أصابع الندم وبعدها لا ينفع الندم. واللحظة من الفرد الواحد في المجتمع من المسلمين تهلك أمة، لأنك أنت وأنا عبارة عن أفراد من هذا المجتمع، والمجتمع كيان، وإذا تخلخل هذا الكيان بأفراده انهدم البنيان الكبير في المجتمع وضاعت الأمة، وأصبح هلاك الأمة على يد فرد واحد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في البخاري وفي مسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. فيه شر اقترب إلى هذه الأمة من أكثر من 1400 سنة، فما ظنكم اليوم بعد مضي هذا الزمان الكبير؟ باختصار، لحظاتك أنت لا تكن سببا في هلاك نفسك وهلاك الأمة. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر هذا الحديث: قال: فإن يتركهم أو يتركوه هلكوا جميعا، لأن الذي كان يخطئ واحد، لكن الذين سكتوا ورضوا بأن تمر هذه اللحظة على هذا الإنسان أو على هذه الأمة كان سببا في هلاك هذه الأمة. أرجع إلى سؤالي: هل نفسك لها مكانة عندك؟ هل تحترم ذاتك؟ أنا أسألكم بالله رجالا ونساء في هذه اللحظة، تساءل لهذا السؤال: هل أنت تحترم نفسك أو لا تحترمها؟ إن كنت تحترم هذه النفس فالإنسان، النفس البشرية، غرزت وجبلت فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول حب الأكل والشرب، وهذه غريزة معلومة في البشرية. الغريزة الثانية غريزة الشهوة الجنسية، وهذه أيضا فطرة. الغريزة الثانية وهي غريزة الاعتزاز، اعتزاز بالذات دون تكبر ولا غرور، وهذه غريزة موجودة في كل مخلوق. والدليل على كلامي هذا: أغلب ما يدور في مجالسنا أحيانا حينما تتحدث أنت عن ذاتك تتحدث بماذا؟ تتحدث عن منجزاتك، عن عطاءاتك. أحيانا تجلس مع أطفالك، أولادك في البيت، أو تلاميذك في المدرسة، وغالب ما تتحدث عنه عندهم عن الإنجازات التي صنعتها أنت. لماذا؟ لأن الإنسان ما يستطيع يواجه الإشكال
أو الخلل أو الفشل أو النقد الذي في ذاته، يحب الستر ويكره الفضيحة، وهذه طبيعة المخلوقين كلهم. لذلك تجد الإنسان لا يحب أن يعرف أنه اغتيب في مجلس أو نم عنه في كلام لا يليق به، فبالتالي هذه طبيعة بشرية. أجريت إحصائية في دول غربية على مجموعة اتصالات، وقيل أنها تجاوزت 1000 اتصال يراقبون التلفونات، فوجدوا يريدون أكثر كلمة تتكرر في كل اتصال. أكثر كلمة الآن في الاتصالات ما هي؟ ليست ألو، لكن وجدوا أن أكثر كلمة أو أكثر لفظ يردد أنا، من كثرة ما يحب الإنسان أن يتكلم عن ذاته وأن يستر أخطاءه، ولا يحب النقد ولا يحب أن يواجه نفسه بأنه فاشل. الغرائز 3، قضية الأكل والشرب، هذه حتى يبقى الإنسان ويعيش. قضية الغريزة حتى يستمر النسل في الأمة، وهذه طبيعتها. لكن غريزة حب الاعتزاز، ليش؟ لماذا هذه الغريزة كانت في نفسي وفي نفسك؟ لماذا؟ ليش أنت تحب أن تعتز بنفسك؟ تدرون لماذا؟ لأن الله يحبك، ولأن الله أحبك ما يريد لهذه النفس الانحراف حتى ما تنحرف. لأنك إذا عدلتها، قومتها، رفضت الفشل، رفضت الانتقاد، أنت جالس الآن تعدل النفس من داخل، تزكيها. فبالتالي لأن الله لا يريد لك الانحراف، لأنك إن لم تستتر ولا تحب الاعتزاز بذاتك انحرفت، وانحرافك هذا خراب وفساد في الأرض. ولكن عكس ذلك يكون لعمارة الأرض والانتشار الخير بإذن الله تبارك وتعالى فيها. أنا أقول الآن، الذي يفعل المعصية ويكررها، هل هذا يحب نفسه أو أهانها؟ قطعا أنه يهين هذه النفس. أضرب لكم مثال، لماذا عندنا كبائر ذنوب وصغائر؟ ليش؟ يقول ابن القيم رحمه الله: سمى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الذنوب كبيرة لأنها تكبر إذا أهنت نفسك وكبرت إهانتك لنفسك. خذ على سبيل المثال، دعوني أتكلم معكم بشيء من العقل. الآن شارب الخمر أكرمكم الله، إذا شرب الخمر تجده أحيانا يمشي في الشارع مثل المجنون، ربما أكرمكم الله تقيأ على نفسه، وربما خلع ملابسه، وربما قال بكلمات يهذي بما لا يدري، وربما رفع ملابسه وأخذ يقضي حاجته في الطريق، وفعل فعل المجانين. هذا لما أهان نفسه بهذا الحرام، لما أهان النفس، أراد الله له أن يبين أن المسألة كبيرة، لأنها كبيرة، أنت أهنت نفسك بحجم كبير، فأصبحت هذه المعصية أيضا كبيرة. كذلك الزاني حينما يزني، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أتحدى رجل عاقل صاحب فضيلة يقال له فلانة زانية ويتزوجها أو يتقدم لخطبتها؟ ليش؟ لأن الإهانة الملتصقة بها هي لحظة ضاعت فيها تلك المرأة، وبالتالي لا يريدها. والعكس كذلك صحيح. ثم أنني أتساءل، حتى لو أردنا الآن أن نستعرض بعض اللحظات المضيعة أو التي تضيع كثيرا من الشباب والفتيات، لحظة المعاكسة على سبيل المثال، الآن لو دخل شاب في موقع من المواقع يريد معاكسة فتاة، تجده يرمق بعينيه، لو التفت إليه أحد أرجع النظر مرة أخرى إلى الأمام. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذه فيها إهانة، بل ربما سمع كلاما من الفتاة أو من المرأة إن كانت محافظة يهين ذاته ونفسه. وكذلك الفتاة في المقابل، لو أنها أرادت أن تغري شابا بلحظة معاكسة أو أخذ لرقم هاتف، تجد ربما إذا سمعت من عاقل كلمة هي تجد تلك الإهانة كلها.
بل يقول ابن القيم حتى لو لم تفضح او تسمع كلمة اهانة، انت صاحب المعصية في قرارة نفسك انك حقير. اقسم بالله، قبل يومين ارسل لي احد الشباب رسالة ثم اتصل بعده يقول بالحرف الواحد، واسمحوا لي اكرمكم الله، يقول يا شيخ انا حقير حمار. ثم لما هاتفته ودار بيني وبين حديث قلت لماذا تقول عن نفسك هذا الكلام، والله يقول ولقد كرمنا بني آدم. ثم جلس يعدد عافانا الله وإياكم كثيرا مما يقع به من المعاصي والذنوب. حتى الإنسان في قرارة نفسه يعرف أنه إذا أهان نفسه في لحظة من اللحظات هو مهان. ولذلك المغتاب الآن كيف يهين نفسه؟ لو اغتبت مسلم ثم انتقل الخبر الى ذلك المسلم ودخل عليك في يوم من الايام قال يا فلان هل انت قلت في كذا وكذا، كيف سيكون حالك واستقبالك ووجهك لهذا الامر؟ الان الشاب الذي يغض بصره ويحفظ نفسه هذه لحظة. ولذلك الله جل وعلا ما قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وبعدين وش ربطها به؟ ويحفظوا فروجهم. طيب وش علاقة البصر بالفرج؟ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهم ذلك ازكى. فالقضية مرتبطة باول نظرة، لان هذه النظرة يتبعها كذلك فكرة وخطرة ثم فعل، ثم بعد ذلك ربما كانت المداومة، ثم يندم الإنسان على ذلك الفعل، وبعدها كما أسلفت وقلت لا ينفع الندم. أقول إن الإنسان الذي لا يحترم نفسه لا يحترمه الآخرون. أين المرأة الآن بحجابها؟ الآن المرأة إذا خرجت من بيتها وتجملت وتعطرت استشرفها الشيطان، كما جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد. إذا استشرفها الشيطان، أنا أسأل المرأة سؤال الآن، كم رجل ينظر إليها وكم إنسان يميل لها إذا كانت غير متحجبة؟ هي هنا في خلال خروجها إلى عودتها، أسألكم بالله كم سيئة وإثم تكسب هذه المرأة، لأنها أمالت ومالت المائلة المميلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكني سأقول للأخوات بشارة، الآن المرأة بحجابها أقسم بالله أنها تؤدي رسالة ودعوة عظيمة كبيرة يفخر بها كل مسلم. هل رأيتم في يوم من الأيام أن منبر الجمعة يدور في الشوارع عشان نقول للناس هذا ديننا؟ أو هل رأيتم مصحفا يمشي في الشارع؟ المرأة إذا خرجت بجلبابها وحجابها لحاجة هي تعبر عن الدين وتنشر حقيقة الإسلام، وهذا النموذج ليقتدى به حتى يقال انظروا امرأة مسلمة مؤمنة متحجبة عفيفة كريمة، فأصبحت بحجابها هذا تستطيع أن تبين لنفسها أنها بالفعل تؤدي دورها. في سورة تحفظونها كلكم، أنا أريد أن نقف معها سريعا، سورة والتين والزيتون. لاحظ، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أقسم الله بماذا؟ أقسم الله في بداية السورة والتين والزيتون ثمر، ثم الطور الجبل أو المكان الذي كلم الله عنده موسى، ثم البلد الأمين البيت الحرام. اقسم بمكانين وثمرتين. طيب سؤال، وش علاقة البلد والطور بالتين والزيتون؟ وش علاقتها يا اخوان؟ هذا قرآن. ما علاقة التين والزيتون ثمرة بالبلد والطور؟ البلد الحرام عرفنا طهارته وعرفنا مكانته، والطور المكان الذي كان فيه موسى، التين والزيتون اشارة الى فلسطين لأنها تزرع هاتين الشجرتين هناك،
فبالتالي المسجد الأقصى أو فلسطين والطور والبلد العميل مكة والمدينة يقسم الله بها. ليش؟ لطهارتها، طاهرة، أطهر شيء في الأرض. طيب وش علاقة هذه الأماكن بعدها ولقد خلقنا الإنسان؟ إيش يعني أنت طهارتك كطهارة تلك البقع؟ لكن إذا أهنت نفسك ولطخت نفسك ولم تنتبه إلى نفسك رددناك أسفل سافلين، لأنها لحظة ضيعت نفسك بها، فبالتالي أنت اللي تتحمل تلك النتيجة. أنت مخلوق من ماذا؟ أنا بس أبي أبين الإنسان يستطيع أنه يرفع من نفسه ولا يهينه. أنت مخلوق من مادتين، التراب وإيش؟ والماء، وهما عنصران كلاهما طاهر. بالنسبة للماء كما قال الله وأنزلنا من السماء ماء إيش؟ طهورا. وبالنسبة للتراب كما قال النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فبالتالي أنت تتوضأ بالماء لتتطهر، فإن لم تجد ماء تيممت بالتراب صعيدا طيبا لتخرج كذلك من الحدث إما الأصغر أو الأكبر. السؤال الذي يطرح نفسه، هذه الطهارة في الأرض اللي أنت منها التراب والماء لماذا تنجس؟ هل سمعتم أن أحد لو دخل واحد الآن في بيته أكرمكم الله وأخذ زبالة وضعها في داخل البيت ونثرها في الغرف، سيقال عن هذا مجنون وهذا قذر ويلوث نفسه وبيته؟ بل شف طهارتك، ارفع نفسك، لا تهين نفسك ولا تهين المرأة نفسها. بل ليس فقط انت مخلوق من مادتين طاهرتين، لا، الله تبارك وتعالى خلقك يا ابن آدم بيديه الكريمتين، ولا نشبه سبحانه وتعالى، الله يخلقك بيديه الكريمتين إكراما لك. ما خلق الله بيديه إلا ثلاثة، خلق القلم أو اللوح بيده، وخلق آدم بيده، والجنة خلقها الله تبارك وتعالى بيده. فأنت لك مكانة، كرمك الله يوم خلقك بيديه، حتى إبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ثم بعد ذلك طهارة أخرى مع طهارة خلق الله باليدين، إلا أن الله نفخ فيك من روحه لما قال الله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذا أيضا طهارة أخرى. والطهارة التي أيضا بعدها والمكان لك، قال فقعوا له ساجدين. يا جماعة الخير، المسلم الذي أعزه الله لماذا يضيع نفسه بلحظة؟ أعظم معركة تدور في الأرض معركة الشيطان معنا. ليش؟ الله لما خلق آدم بيديه ونفخ فيه الروح أمر الملائكة أن تسجد له، سجدت ملائكة السماوات كلها إلا إبليس. إبليس لما طرد من الجنة عاداك في الأرض، لأنه طرد بسبب أبيك. ولذلك حينما أنت تعتز بنفسك وتنظر أن هذه النفس لا تقبل أن تقع ولو بشيء يسير، مكانتك الآن لو تدخل على بيتك وتجد أن أحدا اتهم زوجتك أو اتهم ولدك أو بنتك أو قال عنك أنت كلاما عند أهل بيتك، كيف سيكون حالك؟ لذلك يرغب كل عاقل بستر الله عليه. ولذلك من مكانة هذه النفس أنها ما تضيع بلحظات. هل يجوز الحين واحد منكم يقوم يتكلم على أي شخص؟ أبدا، لا يجوز أن تهين إنسانا ولا تعير أحدا بذنبه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما عير ابن آدم مثله بذنب لم يمت حتى يعمل هذا الذنب. لذلك الناس يقولون شيباننا لا تشمت فيعافيه الله ويبتليك، والله انها صحيحة. بعض الناس يرى صاحب معصية ويعيره، يرى صاحب خلق ذميم فيعيره. احمد الله اذا عافاك الله مما ابتلاه، وان استطعت ان تقدم نصيحة فافعل، لكن لا تشمت ولا تهين الناس
ولا تحقر الناس. والله العظيم مصداقا لقول الرسول الكريم: من عير مسلما بذنب فعله والله لن يموت حتى يقع فيه، طال الزمان ولا قصر. واقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ليس قوما يدرون الخبر. أقول أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون قصة المرأة التي زنت؟ المرأة لما زنت أراد رسول الله أن يقيم عليها الحد، لكن أحد الصحابة سبها، لما سبت عيرت بذلك الذنب، غضب رسول الله. نعم نحن نعاقب، لكن لا نهزأ ولا نعير الناس. عندنا شريعة في حدود نقف عندها ونحترمها، ولكن لا نعير الناس بذنب فعلوه. عكرمة ابن ابي جهل، هذا عكرمة ابوه ابو جهل، فرعون هذه الامة. هذا عكرمة لما اقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وهناك مجموعة من الصحابة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم عكرمة ابن ابي جهل قبل ان يسلم، اياكم ان تسبوا اباه، فان سب الميت لا يضره ويضر الحي. احترموا عكرمة، لا تسبوا اباه ولا تعيروه بابيه. عكرمة رضي الله عنه اسلم، يقول: كان سبب اسلامي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لي، مع ان ابي كان اكبر اعدائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام احترم ذلك الصحابي قبل ان يسلم، واحترم نفسه عكرمة فدخل في الاسلام، واعز نفسه في لحظة من اجمل اللحظات، ثم مات عكرمة رضي الله عنه افضل الميتات، مات شهيدا. فنسأل الله ان يجمعنا به في جنات النعيم. خذ على سبيل المثال ابليس عليه من الله ما يستحق، لما طرده الله من الجنة. ليش؟ لانه طرد بسبب ابينا ادم. اسجد، لا ماني بساجد، اجل اطلع. هو الان حطك عدو، انا اهان، هو يرى انه اهانة. يقول: رأيت هذا الذي خلقته او من طين وخلقتني من نار، كيف اسجد الواحد مخلوق من طين؟ ثم لما طرد، اسمعوا كيف المعركة بدأت عشان تعرف ان الشيطان دوره الرئيسي في الارض انه يهينك، ما يبغى لك العزة. قال الله جل وعلا: ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة، ايش؟ لأحتنكن ذريته. وش معنى احتنكن؟ معنى احتنكن اي اقود. يقول اهل اللغة: الاحتناك هو ان تضع لجاما على دابتك في خطام الناقة فتجرها، بمعنى ابليس يبغى يربطك مع وجهك ويسحبك، يحتنكك، يقودك. ليش؟ لان ابليس يعلم ان المعركة معركة اهانة في نظره، ولا بد ان يهينك. طيب اذا انا اعرف ان هذا عدوي يريد اهانتي بهذه الصورة، كيف اسمح له؟ ابليس اول قضاياه التي يروج لها اليوم بني علمان والليبرالية وأعداء الشريعة الإسلامية الذين يدعون الحرية، العري. والله العظيم إن بعضهم يتمنى، قرأت في صحيفة في دولة إسلامية مع الأسف، أن بعضهم ينادي يقول: لماذا لا يدرسن الطالبات في الجامعات بميهوت كما يسميها؟ يريدون النساء والناس يمشون عريانين، لأنها الهدف الأول عند إبليس. ليش؟ ابليس اول ما وسوس لآدم وحواء في الجنة كانت تتعلق باللباس كما قال الله: فوسوس لهما الشيطان ايش؟ ليبدي لهما ما ووريا عن سوآتهما. هو من الاصل يبغى العري هذا يكون موجود، يتمنونه اليوم اعداء الملة، ودهم يرون المولات والاسواق والفنادق والشوارع، يرون المرأة كاشفة عارية ولا تلبس حتى حجابا، ولا ربما تلبس ربما ثوبا غطى كثيرا من جسدها. هذا العري الذي ينادي به أعداؤنا هي هدف من أهداف الشيطان، وهي المعركة التي يريدونها من زمان. هذا بارون اليهودي عنده نظرية فلسفة، يقول: أصل الإنسان قرد
أكرمكم الله. وهذه النظرية مهم صحيحة، لا نظرية بارون ولا غيره. أسألك بالله، إذا كان اليهود هذا الذي جده شبط طنزي كما يسمونه، أسألكم هو الذي يريد لنا الاحترام، احترام الذات، أو الذي يقول يا بني آدم، أو الذي بين أنه ولقد كرمنا بني آدم، الله الذي كرم هذا الجنس الإنسان، أنت مكرم ليش؟ يقول ابن كثير رحمه الله: كرمك الله بعلوك، الجسد الوحيد اللي مهب منحني أنت. الآن الحيوانات منحنية ظهورها، أما الإنسان لا، ولا تنحني ركوعا ولا سجودا إلا لله الذي خلقك. ولذلك عزتك، حتى العزة التي تبحث عنها تكون في هذا السجود وفي هذا الأمر. اليوم من أراد أن لا يقع في لحظة من لحظات الشيطان، نحن إن شاء الله تعالى بعد شهر نسأل الله أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. في رمضان نعرف في الحديث الصحيح أنه إذا دخل شهر رمضان غلقت أبواب النيران وسللت وقيدت الشياطين. أنا هذا الشاهد من الحديث، مردت الشياطين تقيد، لا تستطيع أن تفعل ما تستطيع أن تفعله لا في شوال ولا في رجب ولا في شعبان. هنا بعض الناس حتى في وقت تقييد مردت الشياطين، مو بالشيطان يقول لا احتني كنا، يحط لك لجام ويربطك ويسلسلك، في بعض الناس يهين نفسه حتى في هذا الشهر. ابن القيم يعلق تعليق لطيف، يقول: ربما أتى الشيطان يوم القيامة يقول: يا رب أنا في رمضان كنت مغلغل، والذي حبس نفسه عبدك ذاك الضعيف، ما قوى نفسه، مع أن الشيطان لا يصل إلى القوة التي كان يصل إليها في غير هذا الشهر. إذا أردت أن ترى من اللحظات الخطيرة، أنا أقول أتحدى، جيبوا لي معصية على وجه الأرض ليس لها أحد يؤثر فيها، يعني ما لها صاحب، فيه زنا يحصل من طرف واحد مستحيل، في إنسان يتعلم المخدرات أو التدخين دون أن يحث أحد أو يتأثر بأحد حتى لو مشاهدة مستحيل. ولذلك تجدون الإسلام يحفظ لك ذلك كله. باختصار قل لي من تصاحب أقول لك هل أنت عزيز ولا لا، قل لي من صاحبك، من صديقك، من الذي تهاتفه سرا وخصوصية أخبرك من أنت، وأقول لك ماذا تفعل. أنت تقف، الناس ينقسمون ثلاثة أقسام: قسم يدعوك للخير، أمثال الإخوة جزاهم الله خير القائمين على هذه الملتقيات المباركة فهذا تمسك به، وقسم آخر يدعوك صراحة للشر والضياع فهذا الفرار، وآخر غافل لكنه يؤثر عليك أحيانا سلبا غافل. ولذلك الله جل وعلا، أبا أضرب لكم مثالين في الصحبة اللحظة الخطيرة هذه. أبو جهل أقرب الناس له من الكفار، عقبة بن أبي معيط. سافر أبو جهل خارج مكة يوم من الأيام، وعقبة بن أبي معيط جلس في مكة، يقول عقبة هو يتحدث، يقول: كنت أسمع عند الكعبة القرآن يتلى من محمد وأعجبني القرآن. ارتاح، هذا عقبة بن أبي معيط صاحب قصة سنة الجزر الذي وضع على الرسول عند الكعبة. يقول: فارتحت للقرآن، بدأ يسمع كل يوم. يقول: فعزمت في نفسي أن أذهب لرسول الله وأسلم. تخيلت، يريد دخول الإسلام. يقول: بينما أنا متجه في طريقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بأبي جهل قد رجع من السفر. قال: وين؟ قال: ذاهب إلى محمد، سمعت كلام ربه وأثر ذلك الكلام في وأعجبني، أريد الإسلام. قال له أبو جهل: يا عقبة أقسمت عليك ألا تذهب إليه مسلما، إنما إذا أردت الذهاب إلى محمد فابصق في وجهه. يا عقبة إن أسلمت واللات والعزة لا أخاطبك ولا أصاحبك، يعني سأفارقك. يقول التفت لي، قلت: يا أبا جهل أعجبني القرآن. قال: إما أنا أو قرآن محمد. يقول: فتركت القرآن والإسلام ومات والعياذ بالله على الكفر. هذا الصاحب السيء لحظة كان رايح يسلم لكن أثر عليه. في المقابل الإيجابي
عمر بن الخطاب، تعرفون قصته المشهورة وهي أيضا صحيحة. تلكم القصة من ذلك الصحابي الذي وقف مع عياش بن أبي ربيعة. عياش بن أبي ربيعة أراد الإسلام، عمر ما زال في مكة. قال له عمر: أتهاجر معي المدينة؟ دققوا يا شباب، لتلتفت تلك البنت والفتاة التي ضيعتها زميلة لها أو صديقة. اتصلت بي إحدى الأخوات قبل شهر تقريبا، أرسلت لي عدة رسائل، ثم قالت: أرجوك أسألك بالله أن ترد. ثم ذكرت أنها بنت في بيت محافظ، أبوها وأمها يحفظان القرآن الكريم، لكنها وقعت في مشكلة تريد حلها. بعد أن رددت عليها بالتلفون أو الهاتف، أخبرتني أنها عن طريق صديقتها حاولت أن تقنعها بأن تضيع وقت فراغها بمكالمة شاب. تقول: أنا اليوم في ورطة. ثم تكلمت عن تفاصيل أربع بأسماعكم عنها، لكنها لحظة، طبعا هي تتكلم تبكي نادمة على ما كان، لكنها وقعت في يد ذئب لا يخاف الله، ولكن لهذا الذئب كما يقول ابن الجوزي: لهذا الذئب تمساح يأكله طال الزمان أو قصر. مهما طال الزمان العب في أعراض الناس، خذ راحتك، لكن والله لا تموت حتى يأتي يوم تجد فكا أسد أو فك تمساح يقطعك، فترى الفضيحة أمام عينيك، ثم بعدها تندم ولا ينفعك حينها الندم. عياش ابن أبي ربيعة لما سمع أبو جهل أنه يريد الذهاب مع عمر للإسلام، هاجر من مكة للمدينة. أبو جهل خاف أنه يسلم، ليش؟ لأن هذا عياش أمه غنية ثري، قال: لو أسلم أثر على أهل مكة لأنهم أغنياء، سأدركه لأرجعه. يقول: فلحق به. لما لحق بعياش وقف، قال: يا عياش عد، فإن أمك تنتظرك، وإنها أقسمت ألا تستظل، يعني ما تجلس تحت ظل، وألا تستحم، يعني ما تتروش إن لم تعود إليها. قال لعمر: أنا أعود لأمي. قال عمر: لا ترجع، إنما هو دين الله ورسوله. قال: يا عمر، أمي ما راح تستظل ولا راح تتحمم. قال: أمك يتعبها الشمس فتستحم، ويشغلها القمل إذا ما تروجت فكذلك بعدها تستحم. قال: قلت أمي. يقول: فلما جاء يرجع قال له عمر: ارجع، لكن خذ ناقتي، الناقة لي علامة ذكرى بيني وبينك، لعلك تذكرنا وتعود إلينا. وخذ الناقة ورجع. كل ما نزلت آية على رسول الله بالمدينة أرسلها عمر مكتوبة لصاحبه عياش فيقرأها، حتى نزل قول الله. الآيات التي قرأها الإمام في أول ركعة في سورة المغرب: أنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقول عياش: فقرأت هذه الآيات فأثرت في، وتركت مكة وأمي وذهبت لرسول الله مسلما معلنا إسلامي. ترى فيه يوم خطير، اللحظة، لحظة الصديق السيء سيجعلك تندم. أبو جهل لما رد عقبة بن أبي معايط عن الإسلام أنزل الله في آية أرجوكم رجاء اقرؤوها بقلوبكم، نزلت الآية هذه في عقبة بن أبي معايط: يوم يعض الظالم على يديه، عض على يديه يوم القيامة، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، ليتني لم اتخذ فلانا، ابو جهل، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. ضل عن الحق والتوحيد. والله العظيم هالآية سيقولها عدد من الناس يوم القيامة، وربما كما قال بعض العلماء سيقولها اناس هنا في الدنيا. كنت ازور السجون، القي بعض المحاضرات ولإشراف على بعض الأحداث في دار الملاحظة الاجتماعية قديما، أسمع كلمات ترددها الشباب، يقول: يا ليتني لم أسر مع فلان ولا علان، ولم أقع في الضياع والشهوات التي أصبحت نتيجتها وجودي في هذا المكان. لماذا نترك اللحظة البسيطة الشهوة هذه تؤثر علينا ثم بعد ذلك نندم؟ وحينها لا ينفعك أيها المبارك والله أي ندم. قضيتي: دين الله تبارك وتعالى دين يحتاج منك فقط
أن تعرف أن طريقك واحد وأن النجاة في طريق واحد فقط. الرسول يقول له رب العالمين اسمع اسمع هذا النداء، أنت من أنت؟ أنا من أنا؟ ماذا نساوي عند محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول يا محمد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال حتى الالتفاته البسيطة ولا تعد عيناك عنهم، لا تغرك الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا وزينتها ممنوع، لأن هذا الذي ستسير عليه أو ربما لو التفت إليه سيضرك. قال ولا تطع إيش؟ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هو مسلم لكن قلبه غافل، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مش معنى فرطا؟ يعني بالمعنى العامي ملخبط غير متجمع، فرطا مفروط ما له زمام ولا أمر يعدله ولا يقومه ولا يسيره على ما يريد. يا شاب يا فتاة يا مسلم يا عاقل، الصاحب والذي نفسي بيده يؤثر حتى الصالحين، ولي وقفه الآن لا تقول أنا أصحابي كلهم من أهل الطاعة، أقول هل هالعلاقة لله ولا لا؟ هل هي لذات الله تبارك وتعالى أو لا؟ الله يقول لموسى اذهب إلى فرعون طاغية الأرض إنه طغى، وبعد ذلك يأتي موسى يقول يا رب اجعل لي وزيرا ايش من اهلي هارون اخي، وشوله ليش؟ قال هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. ايش السبب؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. لا تغتر بدينك ولا بمتانته ولا بحفظك للقرآن ولا بقبيلتك ولا بمالك، لأنك بشر ولا يؤمن عليك الفتنة ما دمت حيا تسير على هذه الأرض. اختر لك صاحب، والفتاة تختار صاحبة، ترى يوم القيامة لا يبقى معك أقرب الناس إليك إلا الصاحب الطيب، حتى أمك وأبوك وزوجك وولدك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب من يقف معك في ذلك اليوم؟ الله يقول الأخلاء ايش يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. يوم القيامة تمسك اللي بجنبك. دخل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي في سنن الترمذي والحديث الصحيح، قال أين أبو بكر؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال تعال، وجاء على يمينه. قال أين عمر؟ قال ها أنا. قال تعال. فوقف أبو بكر على اليمين وعمر على اليسار، وأمسك الرسول يديهما، قال هكذا نكون يوم القيامة. يوم القيامة كيف ستكون؟ جلس الرسول مع الصحابة، والحديث في الصحيح في المسجد، قال كل منكم يمسك بيد صاحبه، ظلام في الليل، كل واحد مسك يد اللي بجنبه، ثم لما امسكوا قال من كانت يده بيد صاحبه فانكم ستقفون يوم القيامة هكذا. فلما قام رسول الله فاذا الذي بجانبه من؟ عثمان رضي الله عنه وارضاه. يوم القيامة تحتاج الى صاحب، وتحتاج الفتاة الى صاحبة، والناس يركضون في ذلك الموقف، كل منهم فار من القريب والبعيد. ولا ليش الرسول آخى بين المهاجر والأنصار؟ ليش آخى بينهم؟ المؤاخاة التي كانت، يقول طبعا ابن هشام، هي كانت في مكة قبل المدينة، لكنها في المدينة آخى بين القوي والضعيف، ضعيف يحط معه قوي حتى يقويه، وتصبح المؤاخاة، حتى أنهم من شدة الأخوة يقول له اختر احدى زوجاتي واطلقها فتتزوج عليها. بل من مكانة الاخوة الطيبة في الاسلام، اول ما شرع على الرسول عليه الصلاة والسلام الصديق الاخ في الله يرثك من مالك،
حتى نزل قول الله تعالى بعد غزوة بدر: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لما نزلت الآية هذه نزلت بعد غزوة بدر، قال العلماء لأن الله أعز المسلمين بالانتصار، يكفي الانتصار، وإلا الأخوة في الله تورثك في استمر الميراث للأخ في الله سنة عاما كاملا. حتى قاتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: فأصبحتم بنعمتي إيش؟ إخوانا. الأخوة في الله لماذا؟ يقولون هذه فلسفة علمية، قرأت تقريرا على ما يسمونه بطاقات أو إفرازات الحب عند الإنسان. يقول الإنسان عنده طاقات حب كبيرة، هذا الحب أنت مأمور طبعا أن يكون حبك لله ورسوله هذا فوق كل شيء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أحب إلى الله، لما ذكر الآباء والأبناء والذريات والعشيرة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله إلى آخره. قال الحب، شخص يقول أنا ما تزوجت، يا أخي من حقي أحب. ولذلك مع الأسف وسيأتي الكلام الآن، اليوم أصبحنا إذا قلت لواحد أنت تحب مباشرة يروح الحب عنده الحب الحرام، العلاقة الغير منضبطة. ليش؟ ترى الأمة المسلمة إلى 100 سنة من الآن كانت أمة تعرف الإخاء، تعرف الدين. من 100 سنة والأعداء يشتغلون، ماذا حركوا فينا؟ أنا قرأت كلمة لأحدهم يهودي يقول: أمة الإسلام عندها أخوة، يعني في ثبات. قالوا: كيف نزعزعها؟ قال: عليكم ببث الفكر. وش بثوا لنا؟ أفلام، مسلسلات، غناء. عمركم شفتوا مسلسل في غالب ما يعرض على قنواتنا العربية أو سمعتم إلا ويعود الحب والغرام والضياع؟ فيديو كليبات وأغاني، هل سمعتم أحدا يعاكس عشيقته ويسمعها مقطع قرآن كريم لستيس؟ أبدا. ليش؟ حاولوا أن يغرزوا هذه القضية في نفوس الناس حتى تتركب المسألة عند الشباب. الجيل الجاي لازم يكون لي عشيقة، ولازم يكون لي حبيبة، ولازم يكون لي ارتباط بحرام حتى يكون لي كيان في نظره هو، ويصبح لي مكانة عند الناس. هذا الحب. طيب ما تزوجت؟ يقول العلماء، شوفوا هذه لفتة يقولها ابن القيم، يقول: الحب الزائد عندك بعد حب الله ورسوله، تحب أمك أبوك زوجتك، ما تزوجت؟ قال: يقسم ذلك على الأخوة في الله. والأخوة في الله ما لها حد، حتى تهدأ نفسك، لأن عندك عاطفة. حتى المتزوج والمتزوجة قد يكون عنده حب أيضا وعاطفة وطاقة ما زالت موجودة، صرفها في طريقها الذي أراد الله تبارك وتعالى، فبالتالي سترى أن الأمر كبير وعظيم. الأخوة في الله عظيمة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا قال: ينصب يوم القيامة حول العرش منابر من نور، وعنده أناس لهم لباس من نور، في وجوههم النور، ليسوا بملائكة ولا بأنبياء ولا بشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. وين واقفين؟ حول العرش. قالوا الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: ليسوا أرحاما، يعني ما في بينكم بينهم علاقة رحم، ولا بينكم وبينهم أموال تتعاطونها، ما في بيع وشراء، يعني ما في مصالح. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم تحابوا في الله، اجتمعوا على طاعة الله وتفرقوا على طاعة الله. سؤال واحد: شباب يجلسون في استراحة مثلا، من منا إذا قام من مجلس مع شبابه مع محبيه مع أقاربه قال: يا فلان أو يا أخوان لا تنسون صلاة الفجر، أو إذا خرج أرسل رسالة لا تنسى صلاة الفجر؟ هنا اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، اجتمع عليه وتفرق عليه. لماذا؟ لأنه يعرف قيمة هذه المحبة في الله. وجبت محبتي لمن يا رب؟ قال: للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في. وجبت محبة الله جل في علاه
الله لا يرغمه أحد، بل هو الذي يرغم خلقه تعالى الله جل وعلا، يرغم الخلق كيف يشاء. ولذلك المسلم إذا آخى أخا له في الله، اسمعوا هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من آخى في الله رفعه الله درجة كما بين السماء والأرض، وإن أهل الجنة لينظرون إلى المتحابين في الله في الغرف كما ينظر أحدكم إلى النجم الغابر. هذا إذا كانت المحبة في ذات الله. طيب يحشر المرء مع من؟ قال: يحشر المرء مع من أحب. من تحب؟ سؤال يطرح نفسه: من أحب الناس لك؟ أجيب بين نفسك بكل صراحة، شف الشخصية التي تحبها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هي تستحق هذا الحب؟ هل هي تستحق الأخوة والمحبة والاحترام؟ أو أنها مزيفة؟ أو أنها مجرد مصلحة دنيوية أو شيطانية أو شهوانية ثم تنتهي؟ إذا أردت أن تعرف ستحشر مع من يوم القيامة، انظر إلى أحب الناس إليك. وترى يوم القيامة ما تدخل لوحدك الجنة. وقف العلماء عند قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إيش؟ زمرة، يعني جماعة. يقول العلماء: يعبى الله أن يدخل الناس الجنة فرادى. هذا في الجملة، وإلا فيه من يدخل لوحده، لكن في الجملة تدخل مع مجموعة. تعال، من تحب؟ أحب أبو بكر، عمر، علي، ابن باز، الإمام أحمد، ابن تيمية، ابن القيم، الصالح، الإمام، اجتمع معهم ودخل معهم الجنة. تجتمعون في مكان ثم يدخل ذلك الجنة. ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه يقول: لو أني صمت الليل، لو أني صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنومه، وأنفقت مالي في سبيل الله كله، اسمعوا، وليس لي أحد أحبه في الله، والله ما نفعتني هذه عند الله شيئا. هذا يقوله ابن عمر، عبد الله بن عمر. وإذا قلنا عبد الله بن عمر وضعنا التحية وقلنا حسبك به. ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وجمعنا بهم في جنات النعيم. يا جماعة الخير، لحظة الضياع فرطت وخربت الأخلاق. الرسول لماذا بعث؟ أنا اسمحوا لي أتحدث لأني أرى هذا الجمع الكبير المبارك أغلبه شباب وأريد الحديث لهم خاصة. الرسول يقول: إنما بعثت إيش؟ لأتمم إيش؟ مكارم الأخلاق. يقول واحد: لا يا أخي، الرسول بعث لقضية التوحيد فقط. نقول: صح، لكن هذا الكلام مو بكلامي، هذا كلام رسول الله. وش معنى بعث لأتمم مكارم الأخلاق؟ المجتمع من غير أخلاق ضايع. أضرب لكم مثال، تخيلوا مثل ما يحصل في بعض الدول الكافرة، أن أي رجل الآن يطلع من هالموقع ويأخذ أي أطرف امرأة من الشارع ويمشي معها ويجلس معها ويذهب معها. بل تخيل أن بعض الناس يدخل الآن عريان في هذا المكان، أو أحد يدخل ويشعل أكرمكم الله سجارة أو غيرها. إذا انقطع الأدب ضاعت الأمم. والرسول بعث ليتمم مكارم الأخلاق. من يقول أن التوحيد ليس خلق وأن العبادة ليست من الأخلاق؟ أليس الرسول، أليس الله يقول لموسى وهارون: اذهب إيش إلى فرعون؟ قال الله: قول له هل لك إيش إلى أن تزكى، تزكي نفسك، تطهرها. هذا خلق، وهذا مرتبط بالتوحيد، تزكيها بدخولك في التوحيد. كل العبادات مرتبطة بالأخلاق. الصلاة، وش يقول الله جل وعلا؟ قال الله: إن الصلاة تنهى إيش عن الفحشاء والمنكر. هذا أخلاق، تصلي وأن تعرف قيمة الصلاة. الله أكبر، يوم قلت الله أكبر مين بالدعوة حركات رياضية، الله، اسم الله العظيم، الله أكبر، من دنياك، من دينك، من أهلك، من مشاكلك، من مصائبك، من محبوبك، الله أكبر، خلاص. الحمد لله رب العالمين، وقف مع الآيات.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذن هذه الصلاة إذا ما نهتك عن الفحشاء والمنكر ما لها قيمة. خذ على سبيل المثال الصدقة، الزكاة، خذ من أموالهم. الله ماذا يقول؟ خذ من أموالهم إيش؟ صدقة. إيش؟ تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الصدقة الزكاة طهارة لك، طهارة. والصدقة أنواع، مو بشرط المال. أنت قد تتصدق بأخلاقك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. إعانتك أخيك على الحمل على الدابة صدقة. بل وضع اللقمة في فم زوجتك صدقة منك على زوجتك. إذن فيها طهارة لهذه النفس، فيها أخلاق، فيها تعليم. الصيام، الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه. الحج أشهر معلومات، ثم قال: فمن فرض فيهن الحج إيش؟ خلق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب هذه أخلاق، هذا الدين يدعون لهذا الأخلاق. بل الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه التزكية. قال الله جل وعلا: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم الكتاب، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإيش؟ ويزكيهم، يطهرهم. الخراب والضياع الذي ينادي به أهل الشر، والله إنه ضياع للأمم والأمة حتى تقوم الساعة. النبي يقول، طبعا في قضية مهمة، لا تتوقع بعض الناس عنده دين ولا عنده أخلاق مع الأسف، وبعض الناس عنده أخلاق ولا عنده دين، ونحن نريد الثنتان تجتمعان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. ربط الإيمان بالأمانة. وقال: لا دين لمن لا عهد له. وقال في قول آخر: الحياء والإيمان قرناء. يا أخي معليش، أنتم تقرأون سورة المؤمنون، شوفوا أول آيات، يجيب لك خلق عبادة، خلق عبادة، حتى آخر سورة الفرقان. اسمعوا: قد أفلح المؤمنون. أول شيء إيش؟ جاب عبادة. الذين إيش؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه عبادة. ثم يأتيك بالخلق: والذين هم إيش؟ عن اللغو معرضون. هذا خلق. ثم يأتي بالعبادة. من يقول أن العبادة بعيدة عن الخلق؟ والذين هم، ثم قال بعد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم إيش؟ للزكاة عبادة فاعلون، إلا على أزواجهم خلق أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين إيش؟ هم لأماناتهم خلق وعهدهم راعون. ثم ختمها: والذين هم على صلواتهم يحافظون. شو النتيجة؟ أولئك في جنات مكرمون، في جنات، في جنات عظيمة. آخر سورة الفرقان لما ذكر الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم تأتي العبادة: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى آخر الآيات. هذه صفتك، هذه الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحقق هذه القضية. سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بهذا الدين؟ قال بعد آخر الآيات: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون، آخر شيء إيش؟ ويمنعون الماعون. شو علاقة الماعون؟ الماعون كما قال بعضهم: يطلبك جارك إبرة أو قدرا أو بعيرا وتمنعه. هذا خلق. طيب ليش ربطها بالصلاة وربطها بالرياء؟ لأنها متلازمتان. ولذلك يقول ابن سلم: أتدرون
من المفلس؟ والله العظيم ان المفلس اللي يمشي في الاسواق يبحث عن اعراض الناس، والمفلس الذي يسرق اموال الناس، والمفلس الذي ولغ لسانه في اعراض الناس. قالوا المفلس من لا دينار ولا درهم له، هذا المفلس. قال لا، لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة عنده صلاة، زكاة، صيام، أعمال كثيرة من الطاعات، لكنه جاء يوم القيامة وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته لهم، فإن لم يبقى عنده حسنات أخذت من سيئاتهم وطرحت عليه حتى يطرح في النار والعياذ بالله. أين أخلاق الأمة؟ الأمة اليوم تفتقر، عندنا فقر. أنا أدعوكم اليوم إلى التبرع، لكن ليس بالدم، بالأخلاق، بالأخلاق التي تعين الأمة، تعيد الشباب، تعيد الأمر إلى زمامه، تضبط الأمور. انفلتت الأمور، فيه ضياع، مسلسلات، قنوات، جوالات، تقنية انترنت، غير ذلك. هذه كلها إن لم تسخر في طاعة الله جل وعلا فإن القضية خطيرة. يمكن يقول واحد يا أخي المسألة خلاص تطبع، ما عاد يستطيع الإنسان. أقول لا، الرسول ألم يقل إنما العلم إيش؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أنا أقول الأخلاق بالتخلق. أضرب مثال، لو في واحد اليوم أو امرأة سمينة ولا متين وقيل له لازم تفعل رجيم حتى تخفف، وعنده عزيمة. والله إننا نعرف أشخاص كانت أوزانهم ما شاء الله كبيرة، بالعزيمة استطاعوا أن يفعلوا الرجيم حتى أصبحوا كما يقول الرشيقين. أنت ما عندك سعة تفعل رجيم من المعصية، توطن نفسك حتى تعيدها إلى حقيقة دينها. الرسول كان خلقه القرآن. إذا رأيت الرسول يقول أنس كأني أرى مصحفا يمشي على الأرض، القرآن يمشي على الأرض. اليوم بعض الناس ما معه ولا آية، بل علق أحد الدعاة تعليقا جميل يقول بعض الناس يمشي اليوم وهو ألبوم أغاني ومسلسلات وفضائيات وخراب وضياع. شوفون بعض شبابنا هداهم الله، وقف عند أي مجمع أو شارع ترى قصات الشعر العجيبة واللباس الغريب. والله الذي يبكينا ويحدثنا بعض النساء من المحارم ما يرون في بعض قصور الأفراح وبعض مجتمعات النساء، الذي أصبح الإنسان حقيقة يخشى والله من عاقبة، نخشى أن ينطبق علينا قول الله وأما ثمود لما قال الله فاستحبوا العمى، أراد الله لهم الهداية لكنهم استحبوا العمى ولم يريدوا الهداية التي أمر الله تبارك وتعالى بها. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. سمعناه الآن، والله لو أردنا أن نتخذ منه مدرسة وعلوما تربي هذه الأمة إلى الأخلاق لوجدنا الشيء الكثير. أليس النبي يخبرنا أن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراط، لأنه يسمع كلام الرحمن. ولذلك أنا أختم بأمرين اثنين. الأمر الأول، افعل الخير مهما كنت وأين كان، حتى وإن كان يظهر عليك تقصيرا أو عندك وقوعا في خطأ أو حرام، ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا أينما زرع. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. حنا أمة اليوم ما أصبنا في العراق ولا في فلسطين ولا في أفغانستان، ولا أصبنا حتى بأي خلل من الأمور التي تصيب الأمة إلا ونحن لنا دور بها بمشاركتنا التي إننا لم نحترم أنفسنا فوقعنا وأوقعنا الأمة معنا. النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء يتعبد، نزل عليه الوحي، خاف، توقع المسألة جن أو مس، ورجع إلى خديجة زمليني دثريني، قالت ما الأمر؟ فأخبرها بالذي رأى.
قالت والله لا يخزيك الله أبدا. وش قالت لها بعدها؟ إنك لتصل الرحم وتفعل المعروف وتعين على نوائب الحق، الله ما يخزيك. هل رأيتم أحد يصنع معروفا ويعمل صالحا يرجو به وجه ربه فيخذل؟ كلا. اصنع المعروف أينما كان. في اسمين من أسماء الله تأملوا فيها، الديان، والاسم الثاني الشكور. وش معنى الديان؟ الديان الذي لا يضيع عملا لك أبدا سواء خير ولا شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما أكرم شاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكرم شابا شيخا لسنه إلا قيض الله له عند كبره من يفعل له ذلك، والحديث عند الترمذي. كان أبو سفيان قبل إسلامه، أبو سفيان طبعا زوجته هند بنت عتبة، هند بنت عتبة أسلمت قبله، وأبو سفيان لما أراد الإسلام ما أسلم في البداية، مع أن الإسلام عرض عليه مرارا، لكن حصل موقف منه، رأى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تمشي في سكك مكة ثم سقطت فاطمة في الأرض، ولما سقطت مر عليها وهو ليس بمسلم فرفعها ونفض التراب عنها، ثم دارت الأيام وإذا به يدخل في الإسلام ويسلم. يقول الصحابة رضوان الله عليهم والله لا نعلم سببا لإسلام أبي سفيان إلا ذلك الموقف. العمل الذي فيه خير يبقى. الاسم الثاني لله الشكور، والشكور هو الذي يجازي على القليل كثيرا. الله لا يظلم ولا يهضم، تعالى الله، لا يظلم أحدا ولا يهضم حق أحد، يعطيك حقك كما فعلته. ولذلك المرأة التي فعلت ما فعلت لكنها رأت كلبا أكرمكم الله وسقت ذلك الكلب فشكر الله لها، وش قال في الحديث؟ وغفر لها، غفر لها بسبب كلب. رجل يمر يرى كلبا يلهث وينزل البئر ويخرج خفه انعال أكرمكم الله ويملأها ماء ويعض عليها بأسنانه حتى لا ينكب الماء، ويصعد ويسقي الكلب. وفي رواية أنه كان زانيا ولكن الله شكر له وغفر له بهذا العمل الذي هو في نظر الكثير يسير. جعفر بن أبي طالب يموت ويخلف أيتاما، ثم قال الرسول من يكفل أبناء جعفر؟ فقام ثلاثة من الصحابة كلهم أفقر من جعفر لكنهم يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد بن حنبل يروي قصة، يقول كانت امرأة تمشي في الطريق جوعانة ومعها كثرة خبز تصدق عليها ومعها طفل يبكي، تبغى تجلس في مكان الخبز يابس حتى تصب عليه ماء وتلينه، فتبحث عن ظل، فقالت لصبيها اجلس أبحث عن مكان وأعود. يقول الإمام أحمد فذهبت الأم، ثم جاء لص وخطف الصبي هذا راح به، ورجعت الأم ما وجدت ولدها، فأخذت تولول وتبكي وتصيح. وبينما هي في الطريق مر عليها رجل فقير معه طفل، قال إن طفلي هذا يبكي يريد شيئا يأكله، قالت ادخرت خبزة لولدي وخطف خذها. تقول فما أعطيته، هذا يرويها الإمام أحمد، فما أعطيت إياها وعدت أبحث عن ولدي إلا ورجع اللص الحرامي هذا قال خذي هذا ولدك. قالت لماذا رجعت؟ قال خطفته ومشيت فسمعت رجل يقول إياكم وصبيان الناس فإن لكم أبناء كما لهم ولكم قلوبا كما لهم. يقول خفت ورجعت إليك. قالت الأم والله إنما أرجعه الرغيف الذي كان نحسبه لله. وين العمل الصالح؟ اليوم بعض الناس تقول له اجلس في مسجد نصف ساعة تسمع كلمة أو محاضرة كأنك تجلس عليه جبالا،
لكن خله يروح المناسبة أو زواج أو لقاء ربما فيه حتى أحيانا مكروها وحراما، فتجد الساعات الطويلة تمر عليه ولا يلتفت ولا ينتبه لها ولا يقف عندها. الرسول في الحديث الصحيح يقول: رجل سمعت صوتا في السماء، الحديث الصحيح يقول، فالتفت فإذا بسحابة، يقول: يا سحابة اذهبي وأمطري على أرض فلان بن فلان، يقول: فتبعت السحابة حتى وقفت على حديقة رجل، والله ما نزل عن يمين حديقته ولا شمالها قطرة، صب على مزرعته بس. يقول: فلما نزل المطر راحت السحابة، أتيت إلى صاحب المزرعة، قلت: ما شأنك؟ وش أنت؟ وماذا تصنع؟ قال: هذه مزرعتي، إذا حصدتها وزعها ثلاثة ثلاث، ثلث لي ولأهلي، وثلث للفقراء، وثلث أعيده فيها. قال: والله إنما جاءتك السحابة بسبب ذلك الثلث، لأن العمل لله تبارك وتعالى. يا جماعة الخير، ترى المسألة ما تركع وتسجد وبس، لا، الله يقول: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وسكت. قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سجود وركوع وعبادة وفعل خير، ولعلك عساك أن تكون مفلحا. ليش الرسول يقول: امسح على رأس اليتيم ترقق قلبك؟ عثمان بن طلحة كافر، يقول: عرض علي النبي الإسلام 60 مرة، والحديث في البخاري، يقول: عرض علي الإسلام 60 مرة فما أسلمت. يقول: وكنت أمشي في سكك مكة، شوفوا العمل الخير، فرأيت أم سلمة، أم سلمة اللي تزوجها الرسول بعد وفاة زوجها، يقول: فرأيت أم سلمة معها ولدها طفلها، قلت: أين تذهبين؟ قالت: أذهب إلى رسول الله المدينة مهاجرة. هو كافر عثمان بن طلحة. قال: لي وحدك لحالك؟ قالت: ما الأمر، لوحدي 400 كيلو بين مكة والمدينة وتمشي على أقدامها. قال: لا، اركبي على ظهر ناقتي أوصلك. هو كافر، واركبها على دابته وراح بها حتى وقف فأنزلها فعاد. قال رسول الله: هذا الرجل يسلم بفعله معها، هذا العمل دخل في الإسلام في يوم من الأيام، وأسلم عثمان بن طلحة رضي الله عنه ودخل في الإسلام بسبب هذا الفعل الطيب. عثمان بن عفان صحابي جليل، غزوة تبوك غزوة مشهودة سماها الله يوم العسرة، يقف الرسول عليه الصلاة والسلام قوام 30,000 من المسلمين ما عندهم شيء، قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. الرسول على المنبر فوق، وقام عثمان قال: لك يا رسول الله 100 ناقة بأقتابها وعتادها وعدتها. ونزل الرسول درجة ثانية، قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال: لك 200 من الإبل بعتادها وعدتها. قال: من يجهز جيش الجنة وله العسرة؟ قال: 300 بعتادها وعدتها. قال: اللهم اغفر لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قال: لك 900 ناقة و500,000 درهم من الذهب و10,000 من الفضة، إنما أريد وجه الله. ما راح للكلام عبث. لما جاء الرسول في بئر أريس أو أريسة في المدينة جالس، يقول أبو موسى الأشعري: بحثت عن رسول الله فما وجدته، فأخبرت أنه عند البئر. يقول: فأتيت فإذا بالرسول يتوضأ، فعينت نفسي عند الباب بوابة، يعني من نفسي جلست عند الباب عند السور، فجاء أبو بكر يبي يدخل، قال: ممنوع. قال: من وضعك؟ قال: أنا وضعت نفسي، لا تدخل حتى أستأذن لك رسول الله. وراح قال: يا رسول الله، إني أتيت ورأيتك تتوضأ على البئر
فقلت أقف وأحرسك، وأيده الرسول. والآن جاء أبو بكر يريد الدخول عليك، أأذن له؟ قال إذن له وأبلغه السلام وبشره بالجنة. وطلع. قال يقول لك رسول الله يقرئك السلام ويقول ادخل ويبشرك بالجنة. يقول أبو موسى ورأيت أبو بكر دخل، فالرسول جالس على البير أدلى رجليه على البئر بهالطريقة، وجلس أبو بكر على يمينه وأدلى رجليه. قال فخرجت فإذا بعمر جاي. قال وين؟ قال أبغى رسول الله. قال ممنوع لنا، استأذن لك، استأذنت لأبي بكر. قال فدخلت قلت يا رسول الله إن عمر يستأذن في الدخول عليك. قال اخرج لعمر وأبلغه السلام وأذن له وبشره بالجنة. وطلع فقال إن رسول الله يقرئك السلام ويبشرك بالجنان. ودخل. يقول فجلس على يساره. يقول أبو موسى قلت يا رب يجي أخي الدعوة توزيع جنة، يا رب يمر أخي فيدخل فيبشر بالجنة. يقول فخرجت فإذا بعثمان رضي الله عنهم جميعا يقبل. قال إني أريد الدخول على رسول الله. قال فقلت أستأذن لك؟ يقول فدخلت على رسول الله قلت إن عثمان يستأذن. قال اخرج لعثمان وأقرئه مني السلام وأبلغه وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يصبر عليها. يقول فخرجت فأبلغت عثمان فدخل، وجلس عثمان مقابل، ما عاد في مكان، اليمين أبو بكر واليسار عمر، فجلس أمامه. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال وما أولنا ذلك إلا قبورهم، قبري أبو بكر وعمر بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام رضي عنهما، وقبر عثمان في البقيع، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هذا رجل يذكره ابن القيم اسمه أبو النصر الصياد. أبو النصر الصياد رجل فقير ما عنده مال، احتاج، فما كان منه وهو يريد أكلا وشربا. يقول مررت على عالم يقال له أحمد بن مسكين. يقول فقلت يا أحمد إنني رجل تعبان فقير. يقول قال لي أحمد، ذكر ابن القيم رحمه الله، قال لي أحمد تعال معي. يقول فذهبت معه، فقال توضأ وصلي ركعتين عند البحر. يقول فتوضأت وصليت ركعتين، قال الآن صد، يعني ضع سنارتك. يقول فوضعتها فاصطدت سمكة. قال له أحمد خذ هذه السمكة وبعها واشتر لعيالك طعاما وشرابا. يقول فبعتها واشتريت لحما وحلوى، فقلت والله لا يأكل أبنائي منها حتى يأكل منها الشيخ أحمد هذا. يقول فذهبت إليه فقلت إنني اشتريت لحما وحلوى خذ منها وكل. قال لو أكلنا أو أطعمنا أنفسنا لما أخرجنا هذه السمكة، احنا نبغاها لله، توكل على الله، راح أعطها عيالك. يقول بينما أنا ذاهب معي فرحان لحم وحلوى، فإذا بي أرى رجلا، أرى امرأة ومعها طفل يبكيان ويتضوران جوعا وعطشا. قالت المرأة يا هذا ارحم هذا الطفل. يقول أنا ماسك كيس فيه لحم والآخر فيه حلوى، وأتذكر عيالي جوعة، وهذه المرأة تصيح الآن، قلت هي الآن تمر في نفس ما كنت فيه. قال فقلت خذ الحلوى وخذ اللحم. يقول فأخذتها وتبسم الطفل ومسحت دمعتها وأنا أرى. يقول عدت إلى أهلي فإذا برجل يسأل عني، فلما أقبلت عليه كان يقول أين أبو النصر؟ قلت نعم. قال أنا رجل أعرف أباك وقد استدمت منه مالا قبل 20 سنة 30,000 درهم، لكنه مات ولا أعرف له مكانا، وأتيتك اليوم أعطيك إياه. يقول فأصبحت من أغنى أهل الأرض من شدة الغنى. يقول كنت ما أخرج إلى الصلاة إلا أدفع 1,000 درهم كل صلاة. يقول لكن نفسي تعجبني، يعني دخلني العجب. يقول فنمت ليلة وبينما أنا نائم رأيت في المنام أنه نصب الميزان يوم القيامة. يقول ولما نصب الميزان يوم القيامة نادى منادي
أين أبا النصر؟ يقول: فقمت. قال: فسمعته يقول: زنوا أعماله. يقول: وبدأوا يصبون أعمالي، فإذا بي أرى صدقاتي كلها وأعمالي وحسناتي، لكنها كالقطن لا قيمة لها، تحتها شهوة وتحتها عجب ورياء. يقول: فقال منادي قال: هل بقي له من أعماله شيء؟ قالوا: نعم، بقيت رقاقتان. رقاقتان يعني كيسين اللي كان فيها اللحم، بقيت رقاقتان أنفقها على أم وطفلها. يقول: فأتي بها فوضعت في الميزان فرجحت، هي اللي كانت خالصة بس لله. يقول: يوم جيت سأقوم، نادى منادي: هل بقي شيء؟ قال: بقي دمعة الطفل والأم التي مسحها. يقول: فوضعت الدموع فإذا بها كالبحر الهائج. فقالوا: هل بقي له شيء؟ قالوا: بقي له ابتسامة الصغير يوم أكل الطعام وشرب الماء. قال: فوضعت في ميزاني فطاشت السيئات كلها ولم يبق إلا هذه الحسنات. وين أعمال الخير يا جماعة الخير؟ المسألة لله تحتاج أن نعمل. الله يقول: فلا اقتحم العقبة. العقبة كيف تتجاوز؟ قال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كيف تنجو إن لم تقدم لنفسك شيئا؟ فلحظاتك إن لم تستغلها ذهبت. قضية أخيرة أسألكم بالله: هل حمدتم الله على شكره وعلى نعمه؟ مثال كم تقول في اليوم لكل الناس؟ إذا قدم لك واحد هالمنديل وش تقول له؟ شكرا، جزاك الله خير، يعطيك العافية، ما قصرت، أشكرك حبيبي، جزاك الله خير. كم تقولها للناس في اليوم؟ كثير. لكن كم مرة تحمد الله على نعمه؟ كم مرة تشكره؟ كم مرة تشكر الله؟ من اللي أعطاك البصر؟ من اللي أعطاك السمع؟ من اللي أعطاك العقل؟ ثوبك هذا، الثوب اللي تلبسه، وش أصل الثوب هذا؟ وش أصله الثوب هذا؟ لولا الله والله تصبح عريان الآن. الثوب هذا إما قطن وإلا صوف، الصوف طريقة الأنعام والقطن طريقة النبات. اللي يخرجها النبات وأحيها البهائم من؟ الله جل وعلا. طيب ليش ما تشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة؟ كلكم عاري، حديث القدسي، إلا إيش؟ إلا من كسوته. أنت عريان أصلا، لكن الله امتن عليك، وكما سترك في الظاهر سترك في الباطن، ولا يعلم بك إلا الله تبارك وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا، اسمه بلاغة القرآن، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله يقول قد أنزلنا، فيه لبس ينزل مطر من السماء. طيب كيف ينزل؟ أنزل الله الماء الذي أنبت الشجر الذي خرج منه القطن، وأنزل الماء الذي أخرج النبت فأكلت منه البهائم التي تأخذ منه صوفها. نعم، أشكرت الله تبارك وتعالى عليها. الخيمة هذه بيتك لتسكنه، من الذي أعطاك إياه؟ دريشة، باب، لك الطاولة هذه أصلها خشب، لولا خلق الله للنبات ما كانت. تقول ما أبغى أسكن في بيت، وين تسكن؟ في خيمة. وش أصل الخيمة؟ في عش، ما هو أصله؟ أين ينتهي؟ كل الأمر لله من قبل ومن بعد تبارك وتعالى. ولذلك الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، الأكل، الشرب، البصر. من اللي أعطاك نعمة البصر؟ أنت تبصر وغيرك أعمى، أنت تمشي وغيرك مقعد، أنت تأكل وغيرك لا يستطيع إلا عن طريق الأوبر، أنت غني وغيرك فقير، أنت عندك أطفال وغيرك عقيم، أنت الذي تتحرك وغيرك لا يستطيع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اشكروا الله على هذه النعم، وشكر النعم لا يكون إلا بأمرين. الأمر الأول أن يكون فيه عمل
ليس كلام فقط، لأن الله يقول وقل اعملوا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وما بكم من نعمة إلا من الله، كل النعم التي تتنعم بها. هذا الماء من الذي أنزله؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه ماذا؟ لو نشاء يخبرك الله تبارك وتعالى جعلناه أجاجا مالح، لكن الله أنشأه. وين جت هالموية منه؟ من الحنفية. الحنفية من وين؟ من الخزان. خزان من وين؟ من البلدية. البلدية من وين؟ من البحر. البحر ما الذي جاء به؟ رب العالمين. كلها تعود لله. ولذلك لو وقفت تنظر إلى ما خلق الله وما أعطاك الله تبارك وتعالى لوجدت العجب العجاب. طفلك، الطفل الصغير، من اللي يحرسه؟ ينام، يمرض، يتعب، يجوع، من يحرسه؟ أنت إذا أردت أن تسقط، يقول العوام العين لها حارس، يقصدون عين الإنسان، وهذا صحيح كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه إيش؟ يحفظونه من أمر الله. ولذلك نعمة الهواء، تخيلوا أن الهواء هذا يملك واحد من التجار، كيف يوزع علينا؟ لكن تقول تستنشق الهواء، ما هو بملك أحد إلا لله. ومن نعمة الله علينا بها الهواء أنك ما تحسه ولا تشوفه، هذه نعمة ولا ميه بنعمة؟ اشكروا الله على هذه النعم، احمدوا الله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. أنت من خلقك؟ من صورك؟ من ركبك؟ في أي صورة ما شاء ركبك؟ من؟ أنا وأنت كنا لا شيء. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن إيش؟ ولم يكن شيئا، ما كنت شيء. ويقول الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حينا من الدهر لم يكن إيش؟ شيئا مذكورا. مالك ذكر، مالك أصل. ثم يخلقك الله ويكونك ويصورك ويخلقك، فاحمد الله على هذه النعم، اشكروه بكثر ما تشكر الناس. يجيك واحد يقدم لك معروف، ترسل له رسالة أشكرك ما قصرت، اشكر الذي خلقك. وأكبر نعمة نعمة الإسلام. جلست مع مجموعة شباب وأرجوكم رجاء بطلبكم طلب، إذا انتهت المحاضرة ورحت لبيتك امسك ورقة، هذا طلب مني، حط قائمتين، قائمة نعم الله عليك عددها، ما تقدر طبعا لأن الله يقول أنت عد نعم لن تحصوها، وقائمة حط المعاصي اللي تفعلها أنت كل يوم. أسألك بالله إذا استطعت أن تفعل ذلك، حط قائمة الآن وانت جالس، حاول تعد بعض نعم الله عليك، عد بعض النعم وتذكر المعاصي تفعلها في حق الله تبارك وتعالى. ألا نستحي من الله الذي أعطانا كل هذا؟ الله يقول أعددت نسب الأمر له لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ما لا عين رأت، شوف التعبير البليغ، العين لأنك أنت تقول والله أنا رحت، يقولك واحد وين سافرت؟ رحت الطائف ورحت مكة ورحت جدة وشفت المشاهدة. طيب رحت إلى باكستان؟ لا والله ما رحت، لكن سمعت أن فيها أذن سمعت، أنها أقل. طيب إذا ما سمعت والله أتوقع ولا خطر على قلب بشر. هذا الذي ما خطر هو الذي أعده الله لك في جناته جنات النعيم. النعم لا تعد ولا تحصى. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم خلقتهم ويعبدون غيري ورزقتهم ويشكرون سواي أتحبب إليهم بالنعم وأنا غني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم فقراء إلي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. هذا حال كثير من الناس. ولذلك الإنسان يجب أن يكون
شكارا لله. يقول الشيطان في المحاورة لما قال الله إذا فإنك من المنظرين، قال ولا تجد أكثرهم إيش؟ شاكرين، يعني سأشغلهم عن الشكر. إن الإنسان لربي لكنود. وش معنى كنود؟ يعدد المصائب. بس أنا أصبت وحصل لي وعلي دين، أذكر نعمة واحدة. طيب امرأة تقول ما أعرف من أنا، يعني دائما أذكر الناس نعمة واحدة، قلت ما هي؟ قالت كنت عقيما 16 سنة ورزقني الله بمولود وأصبحت وردت النعمة على الناس. قلت طيب باقي النعم وينها؟ أيوب عليه السلام لما مرض وابتلاه الله بالمرض، قالت امرأته يا أيوب ادعو الله أن يفك عنك. قال كم لنا في البلاء؟ قال 10 سنين. قال كم لنا في النعماء؟ قالت منذ خلقنا، وفي رواية 20 سنة. قال اجعل الله يأخذ منا ما يشاء، يعني طول العمر حنا في نعمة، 10 سنوات ابتلينا ما نصبر على ما أراد الله، كما قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكثر. ولذلك الشكر يكون بشكر نعم الله تبارك وتعالى. إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، لأنك عبد لله تبارك وتعالى والحمد لله تملأ الميزان. أخيرا يا شباب، أولا أناشد حكام المسلمين والقائمين على شؤون الشباب أن يصلحوا الإعلام والتعليم ويزدادوا حرصا على رعاية شباب الأمة وفتيات الأمة. وإني أناشد أهل العلم من العلماء والمصلحين والربانيين أن يوجهوا الأمة وخصوصا شبابها ويبينوا لهم الكتاب والسنة ويقربوهم من الله تبارك وتعالى قدر الاستطاعة، وأن يصدوا عن الدين العاديات. ثم أناشد أهل الكتابات أهل الغمز واللمز ممن يكتبون بالصحف أو ينتمون إلى علمنة أو غيرها أن يتقوا الله قبل فوات الأوان، ويعلموا أنهم موقوفون ومسؤولون أمام الله جل في علاه. وناشدكم أيها الآباء والأمهات، اتقوا الله في من ولاكم الله جل وعلا، رب الأبناء على ما أراد الله. أناشدك أيها الشاب يا من تحمل في نفسك قلبا طيبا وغيرة خيرة أن تتق الله في نفسك وأن تعيد حساباتك. وأناشد أختنا الفتاة والمرأة المباركة أن تحتمي بحماية الدين وتتمسك بأمر ربها وشريعته، واعلموا أنه كما تدينون تدانون. أخرجوا لنا أمة وجيلا يا أمة الإسلام يخدمون هذا الدين، فإن في زمن كثرت فيه الفتن. بالأمس القريب نودع عالما من علماء الأمة الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله رحمة واسعة، كما ودعنا قبله علماء وفضلاء وربانيين. والأمة اليوم تخسر كثيرا من شموعها وأقمارها ونجومها، ومع ذلك يزداد الشر في الأمة. أخرجوا الأمة رجالا صادقين ونساء صادقات، واعلموا أن الله مع الصادقين والصادقات وأن الله يحب المحسنين ومع المتقين. أسأل الله في هذه الليلة الكريمة المباركة أن يحفظنا وإياكم من الضياع.